احنا عندنا مشكلة احيانا كده، بيبقى عندنا مشكلة ان احنا بنجري ورا المخدوم ونستهلك طاقة وجهد ووقت. يا ريت نسيب المخدوم ونجري ورا ربنا. المجهود والطاقة والوقت اللي بنبذلهم مع المخدوم، لو قعدناهم مع ربنا بس، هتلاقي الواد بيخبط عليك، تلاقيهم بيخبطوا عليك في البيت، هم اللي عايزينك. لا وعظ ولا كلام ولا حكم. انا عن نفسي مش قادر ادي نفسي فرصه اقعد مع ربنا عشان يطبع ملامحه فيا، عشان الناس تشوفه. بيجي وقت معين في توقيت معين، المخدوم من مش محتاج الا ان يرى الله فينا، ولا سيما عندما نطلب من ان يسلك القفر 40 سنه. في توقيت معين المخدوم مش محتاج الا ان يرى الله فينا، ولا سيما عندما نطلب منه ان يسلك القفر 40 سنه. اول ما نقول له خش على هنا، يقول لي مش عايز انت اللي تقول، عايز ربنا اللي يقول من خلالك. هل أنا أعطيت الله فرصة أن يكلم المخدوم من خلالي؟ ده المطلوب أهو، أهو قدوة. لو موسى النبي حكى معهم 700 سنة وما شافوش ربنا، ما كانوش هيمشوا وراه. عندما رأى الله في وجهه اطمأنوا للسكة مهما كانت الصعوبة. أجمل ما في الخدمة القدوة. واحد، الحياة الروحية النقية الكاملة الشاملة التي تحيا القداسة في كل سير. خلي بالكم، احنا زي حد بيبيع سلعة في السوق. احنا ككهنة كلنا كده زي حد بيبيع سلعة في السوق. احنا قاعدين كده، واحد سمعنا صوت واحد بيقول انا ببيع كمبيوترات وموبايلات ولابتوب، ومالك كرر ورخيصة وخصم 25%. تخيلوا نروح نشوفه نلاقي ما معهوش السلعة اللي بينادي بيها، مش هنزعل؟ احنا ما عندناش غير سلعتين بنبيعهم، القداسة والمعرفة. حد أدنى للخادم القداسة والمعرفة. ألف، الحياة النقية الكاملة الشاملة التي تحيا القداسة. ب، الحياة الروحية الواضحة التي لا تحتاج إلى أمارة أو دليل. أنا كويس بأمارتي، أنا حلو، دليلك إيه؟ أنا لأ. ألف به جيم، الحياة الروحية العملية، الحب والراحة والقبول والاحتواء. قلنا ألف القدوة، به الخبرة، وقلنا لا وعظ ولا كلام ولا حكم، كانوا أجسام معتمة لكنهم التصقوا بمصدر الطاقة فأضاءوا. شفناهم بالخبرة كيف تعاملوا مع الدرهم، أناروا حياتهم فرآهم الدرهم فرأوه. أناروا حياتهم فرآهم الدرهم فرأوه. لما يكون الكاهن مضيء بيفرض نور على كل ظلمة مهما كانت. رأيناهم كيف انتظروا الابن الضال ولم يدخلوا سوى به، وعندما اطمأنوا لوجوده أخذوا. شوفوا العبارة الظريفة جو الغريبة دي، حلوه ودعوه يمضي، لقد حلوا المربوطين بشكل جديد لأنهم ربطوا أنفسهم معه فتراءف هو عليهم فقبل الحلول. تخيلوا لما تروح تلاقي حد حزين في حكاية وتقعد تبكي جنبه، بيعمل ايه؟ بيسكتك. خلاص خلاص يا ابونا، عشان خاطري اللي هتقول عليها نعمله. اهو، حلوه ودعوه يمضي، لقد حلوا المربوطين بشكل جديد لأنهم ربطوا أنفسهم معه فتراءف هو عليهم وقبل الحلول. بروح أخذ دوره، أنا باخد مكانه، بحس بيه، ببكي لما الجهب بيبكي، فهو اللي بيتحايل علي. اللي يريحك يا ابونا اعمله، وأنا من إيدك دي لإيدك دي. أنا كنتش متخيل إنك حلو كده.